اسمعين إن شاء الجواب. الله، مع السلامة. حياكم الله. طيب الأخ أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بركاته، مساك الله بالخير يا شيخ. الله يحييكم. يشهد الله أني نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. حياك الله يا شيخ. لو سمحت بغيت أسألك عن السواك. أيه؟ الواحد اللي يستخدم السواك ويضر فيه، يعني لو يضر فيه حساسية، يعني نقدر نكبه ولا لا؟ الحساسية يعني عند استعمال السواك؟ اي حساسية، كل ما يعني تستخدم السواك حساسية، لان اساسا انا في وحمة ويعني طيب يعني انتم لا تريدون استعمال السواك لانه يسبب حساسية؟ ايوه كل ما استخدم طيب السواك. طيب. يلا شكرا يا شيخ. حياكم الله. الاخ خالد من الجزائر، تفضل يا اخي. خالد من الجزائر، تفضل يا أخ خالد. يا شيخ عندي سؤال، عيط البرف وعندي سؤال على التأمين، تأمين الأشخاص وتأمين العقارات، هل يجوز أم لا؟ هل يجوز إيش؟ تأمين الأشخاص وتأمين السيارات والعقارات. التأمين على أيوه طيب، التأمين على الأشخاص. نعم. طيب وعلى إيش أيضا؟ عندي سؤال ثاني. تفضل. للذهب، هل يجوز الزكاة على اسم الذهب للمرأة؟ ايوه طيب، اسم للزينة. طيب هل يجوز عليه الزكاة ام لا؟ طيب بارك الله فيك. حياك الله يا اخي. تفضل يا اخ عوض. الاخ عوض، السلام عليكم. عليكم السلام. طلع تفضل يا اخي. بس بغيت اسألك عن الطواف، السعي عن السعي. ايوه السعي ما ادري هي 6 أو 7. ايوه شككت، 6 أو 7. ايوه طيب. خير. حياك الله يا اخي، اهلا وسهلا. طيب يقول سحب الدم للتحليل لا يضر الصيام ان شاء الله، لو جعله في الليل أحسن، لكن قد تكون مستشفيات أو المختبرات ما فيها دوام ما يأخذ دم في الليل وهو محتاج إلى أخذه في النهار، فلا بأس إن شاء الله. طيب يقول السؤال، عرض علي إمامة مسجد وأنا أريد أن أصلي لله ولعلي مؤهل للإمامة، ولكنني محتاج وسأستفيد من الراتب، فما حكم ذلك؟ فرق أيها الإخوة بين من يأم ليأخذ وبين من يأخذ ليأم، فرق بين من يحج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج. ما هو الفرق؟ أن من يأخذ ليحج قصد الحج، فهو يأخذ للاستعانة على الحج، فالأخذ وسيلة والحج هو الغاية. أما الذي يحج ليأخذ فوجعل الحج وسيلة ولا الأخذ هو الغاية، فلذلك هو يطوف على الناس، ما عندكم حجة؟ تعرفوا أحد يبغى يحج عنا، يعني عنده فلوس يبغى يحجج فيها؟ فقصد الفلوس والحج هذا يعني وسيلة. طيب كيف نميز بينهما؟ هذه نية في قلب العبد يعلمها الله عز وجل، فإذا علم الله من نفسك أنك تريد أن تأم لتنفع الناس، تسمعهم القرآن، تقودهم في الصلاة، تطبق بهم السنة، وأن يعني هذا هو قصدك، والله فإن الله سبحانه وتعالى يأجرك على ذلك. وأما إذا كان القصد نأخذ الراتب والإمامة هذه سبب، يعني الله شوف يا جماعة شوفوا لي مسجد، أنا أريد أن أتكسب. طيب فإذا مرة أخرى، إذا كان القصد الإمامة فهذا نفع الناس طيب، والعادة أن بيت المال يرتب رواتب للأئمة، فإذا كان له راتب من بيت المال يأتي عن طريق الأوقاف، وزارة المساجد مثلا، وزارة الشؤون الإسلامية الجهة القائمة على المساجد، أو كان وقفا من أهل المسجد فلا شيء في ذلك. وأيضا فإن الإنسان له أن يأخذ ليستعين به
على الإمامة، يعني يسد حاجته لأجل أن يتفرغ للإمامة، هذا قصده، يسد حاجته ليتفرغ للإمامة. فإذا ما كان قصدك يا أخي الطمع في الدنيا، وإنما قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة في الخير وتقوم بهذه الثغرة، فلا حرج عليك أن تقوم بذلك، ولو أعطوك عليها مالا تأخذ المال تسد به دينك تعمل به ما تشاء. أما إذا كان القصد الطمع في الدنيا واتخاذ العبادة وسيلة لتحصيل الدنيا فهذا لا يجوز، وهذا عمل باطل. وكذلك إذا كان ما يأخذه الإمام من أعطيات الناس، يعني قد يجمع ويقولوا إحنا عندنا مركز إسلامي، مسجد مثلا، مسجد أهل الحي يجمعون أحيانا مكافأة أو الناس المسلمين في المكان، فلا بأس إذا لم يشارطهم عليه، ما يجي يقول كم تعطوني 2000، لا قليل أبغى 3، بل ما أعطوه أخذه قل أو كثر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ يشارط الناس كم تعطوني كم تعطوني. فإذا هذا الذي يعني هذا هو الفرق، لعله اتضح إن شاء الله. طبعا الآن حان موعد الفاصل، فسنعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية سمو المجتمع، معا نسمو. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشتراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات. حياكم الله مرة أخرى يا أخوة وأخوات، ومعنا الأخت حميدة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، توفي زوجي وأنا الآن في العدة. أي. أريد أن أعرف ما هي الأشياء المحرمة علي والأشياء المحللة. أيوة. وهل يجوز لي الخروج من المنزل؟ أيوة. طيب، برغم أني خرجت يعني عدة مرات للضرورة. طيب، شكرا، الله يحييكم. طيب، يقول أبو أحمد من فرنسا، كيف نتقوى على طاعة الله خصوصا نحن في بلاد الغربة بعيدين عن أهلنا؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللجوء إلى الله، دعاء الله عز وجل، الاستمساك بحبل الله المتين، القرآن، أقبل على القرآن تدبرا، تفسيرا، تلاوة، حفظا وعمله. لابد أن نقبل على القرآن، هذا كلام الله أنزله إلينا، كنز ثمين، دستور عظيم، حكم، شفاء لنا، بركة ونور. فإذا اجعل القرآن شغلك يا أخي، والله هذه وصية يعني أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي، لازم نخلي القرآن العظيم هذا شغلنا، نقبل عليه تلاوة، نشوف المعاني في التفسير، يعني نتدبر فيه ونتأمل، وكذلك نعمل به. والله هذا يعني هذا الشيء سيرفعنا عند الله رفعة عظيمة إذا فعلناه ابتغاء وجه الله، ويقوي إيماننا. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرف صحته ومعناه واعمل به، وذكر غيرك وادعو إلى ذلك. هذا هو الدين، القرآن والسنة، وهذا الاعتصام به يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، ويجعل الواحد يعيش مع الله، يعيش مع كتابه، يعيش مع سنة نبيه، هذه الأنفاس المباركة.
وصلت إلينا جيلا عن جيل حتى وصل إلينا القرآن ووصلت إلينا السنة. طيب أبو محمد من ليبيا تفضل. مرحبا يا شيخ. مرحبتين يا أخي. جزاكم الله عنا ألف خير. الله يكرمك يا شيخ. ما معنى يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ كيف أيوه. يعني يربي الصدقات؟ طيب طيب بقى السؤال الثاني يا شيخ، الدعاء بعد الصلاة. في أيوه. ناس يقول لك ممنوع الدعاء بعد الصلاة لأنها ما وردت على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب فيها تحية المسجد يا شيخ. نعم تحية المسجد طبعا فيه ممنوع الصلاة ما بعد العصر وبعد الفجر. نعم إذا كان جيت والمصلين يصلوا يعني طقيت في ركعة أو ركعتين بعد العصر. نعم يعني هلبتني تحية المسجد. نعم فلما يكملوا من الصلاة الفرض. نعم صلي تحية المسجد وحدي في المسجد ولا خلاص؟ أنت صليت معهم يا أخي؟ صليت الفرض. صليت الفرض وانتهى الفرض. أيوة. وتبغى تصلي تحية المسجد بعد الفرض؟ لا يعني شو ندير في الحالة هذه؟ ما أيوة. صليت تحية المسجد. طيب. خلاص انتهى الصلاة نطلع نخرج معهم وانتهى؟ طيب طيب. شكرا جزيلا يا شيخ. حياك الله يا أخي أهلا وسهلا. الأخ عبد الله تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. أنا مقيم بالرياض يا شيخ ونويت الأمر ومعي من الأغراض ما يشغلني في مكة. إذا تعديت الميقات علما أني أبقى أخلي الأغراض في جدة. أيوه. فإذا تعديت الميقات لازم أحرم أو أتعدى وبعدها أحرم من جدة. طيب طيب. أنا مقيم في الرياض. طيب. خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل في مؤسسة ثانوية أو إعدادية كمراقب؟ إذا كان العمل يعني هذه المؤسسة أو هذه الثانوية أو الإعدادية ما فيها منكرات ليس فيها محرمات فما في مانع أن يعمل فيها كمراقب، يضبط الأمور النظام يمنع المخالفات. لكن إذا كانت هذه المؤسسة مثلا فيها محرمات أو فيها منكرات فعند ذلك يبحث عن عمل آخر.